لكن اسمحوا لي قبل ما ابدا رحلتنا النهارده اقول لكم ان هناك ازمه ما بين الشركات التصديريه لكل المنتجات المصريه في اكثر من 12 مجلس تصديري وما بين صندوق دعم ومسانده الشركات التصديريه في وزاره التجاره. الحكايه باختصار ان هناك شكوى جماعيه قدمها العديد من المصدرين لكل من الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ووزارة المالية ووزارة التجارة. الشكوى بتنص على أن موظفي صندوق دعم الصادرات يتعاملون بشكل غير لائق مع المصدرين، يتعمدون تأخير مراجعة ملفات التصدير، أيضا يتعمدون عدم الاعتراف بالفواتير الصادرة من الجمارك المصرية حسب قواعد الصرف، ويضعون أسعار قطعية للفواتير التي يمكن الصرف من خلالها. إذن هناك أمور شديدة الأهمية يجب الانتباه لها حتى لا نسئ إلى المصدرين المصريين. خلي بالكم، أنا شفت بعيني في دولة الإمارات العربية الشقيقة الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ووزير الدفاع ونائب رئيس الدولة وهو يقبل رأس مصدر إماراتي لمجرد أنه يصدر منتج ذات منشأ إماراتي. هذا هو قمة التكريم لكل مصدر في دولته، ولكن أن يحدث هذا في مصر في صندوق مهمته الأولى هو دعم ومساندة المصدرين هو أمر غير مقبول. مطلوب على الفور حسن معاملة كل مصدر للمنتجات المصرية، ده حقه علينا. ثانيا، سرعة صرف مستحقات المصدرين. الدولة قررت 13 مليار جنيه، هتعمل ايه اكتر من كده؟ من فضلكم اخرجوا من عباءة الروتين. ايضا مطلوب شفافية منح المعلومات لكل المصدرين، ده حقهم انه يعرف مستحقاته هياخدها امتى. كمان مطلوب الالتزام بقواعد الصرف، مفيش حاجة اسمها سعر قطعي، في فاتورة من الجمارك موجودة في اوراقه، يجب الالتزام بما جاء في هذه الفاتورة. كل هذه الأشياء تساعد المصدرين على مواجهة المنافسة الشرسة في كل أسواق العالم. خلي بالكم، الناس دي مش بتشتغل بأسمائها، الناس دي بتشتغل باسم بلدنا مصر. دي القضية اللي كنت لازم أتكلم عنها في بداية حلقتنا النهاردة. هناك حالة من الضيق والألم داخل المصدرين المصريين. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا النهاردة في برنامج الجدعان.